تتوالى الأشواط مشاهدينا متابعينا الكرام، وهي انطلاقة الشوط العاشر في تعداد أشواط صباح هذا اليوم في هذه المكرمة، مكرمة سيدي سمو الشيخ طحنون بن محمد بن خليفة آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية. الشوط العاشر وهو شوط خاص بالفطامين الجدان، نسير بالصدارة نتابع بداية هذا الشوط، وأرهني اللي قاد المجموعة في هذه اللحظات الريان لسهال بن محمد بن طالب بن عقيل، ومع المركز الثاني أرهني الشامخ لمحمد بن علي بن حبشة الكتبي الدور المركز الثالث، والتحديات القادمة من الرامي لسهال بن سعيد بن كاسب المسافري، بينما انطلقنا مع المركز الرابع بقرة شاهين لفارس بن معضد بن محمد المزروعي، وخامس التحديات من الجانب الآخر الشامي لمحمد بن ناصر بن حميد الهاشمي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، التحديات رائعة والانطلاقات مثيرة في هذا الشوط، ولكن بنعود نتابع البداية، نتابع المقدمة، والريان من يسيطر، كل السيطرة على مجريات هذا الشوط. سالم بن محمد بن طالب بن عقيل من يتابع انطلاقة الريان، ولكن أرى اللي في المركز الثاني، أرى هني الشامخ محمد بن علي بن حبشة الكتبي، وأرى القدوم والتسلل من الرامي سالم بن سعيد بن كاسم المسافري، والتحديات ايضا الانطلاقات المثيره من الشامي لمحمد بن ناصر بن حميد الهاشمي. اللحظات الاخيره، التحديات المثيره، يا سلام. وارى نعود ايضا نتابع من الريان، اللي قفل على مجريات هذا الشوط. تهانينا لسالم بن محمد بن طالب بن عقيل على فوز الريان بالمركز الاول. لحظات وصول الى خط النهايه، المركز الثاني الشامي لمحمد بن ناصر الهاشمي، المركز الثالث شاهين للسلطان بن ناصر بن سعيد العويسي. هذه النتيجة، تهانينا لسالم بن محمد بن طالب بن عقيل. دقيقتين و11 دقيقتين 11